أصغر كاتبة في الوطن العربي لإصداران. الإصدار الأول هو مجموعة قصصية عنوانها درع الوطن، أما الإصدار الثاني فهو رواية صدرت في الشهر الماضي، رواية تحت عنوان شمس بحجم الكف. أنا سعيدة بالمشاركة في معرض الكتاب الذي هو منظم في مدينة الرباط هذه السنة، وسعيدة بتقديم ورشات للأطفال لأنني أقدم وأعمل على تنظيم ورشات قرائية للأطفال الذين يأتون إلى المعرض رغبة في مشاركة تجربتي معهم ورغبة في أن يستفيدوا من تجربتي في الكتابة والقراءة. وشكرا لك. لقاؤنا اليوم يندرج في إطار الحقيقة في إطار احتفاء بطفلة أو بشابة مبدعة، شابة ناشئة يمكن أن نعتبرها في المرحلة الراهنة في المجتمع الثقافي المغربي أن نعتبرها رمزا لأشياء كثيرة. نحن نحتفي اليوم بالكاتبة الناشئة عبير عزيم، صاحبة رواية جميلة ومتميزة سنعمل على أن تعمل على توقيعها اليوم، ومن خلال نحتفي في الحقيقة بكل الطاقات الشابة المغربية، ونريد من خلال الاحتفاء أن نوجه رسالة إلى كل المؤسسات الإعلامية والتربوية والثقافية بالمغرب من وزارات بوزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب وكل المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي وبالتدبير الثقافي بالمغرب، أن نوجه لها رسالة بضرورة الانتباه إلى مثل هذه الطاقات وبضرورة تشجيعها وبضرورة تحفيزها بكل ما يمكن من أشكال التحفيز، لأن لا يمكن أن نتصور اليوم مغرب الغد بدون شباب اليوم وبدون أطفال اليوم. بالفعل ربما تشكل عبير وأخريات وآخرون غيرها من الأطفال والشباب ربما يشكلون استثناء في الكتابة الإبداعية اليوم، ولكن ما نراهن عليه نحن اليوم هو أن يتحول هذا الاستثناء إلى قاعدة، بمعنى أن نجد في أقرب وقت ممكن الأطفال المغاربة والشباب المغاربة يهتمون بالقراءة، يمارسون الكتابة، يهتمون بالإبداع، لأنه بدون صوت الأطفال بدون صوت الشباب في المجتمع الثقافي المغربي ربما ستغيب عنا أشياء كثيرة. أكيد أن المؤلفين الكبار لهم مكانتهم ولهم دورهم في المجتمع وفي الثقافة بشكل عام، ولكن أن يكون لدينا أيضا أطفال وشباب يكتبون فهذا مهم جدا. شمس بحجم الكف هي رواية مثيرة لأصغر كاتبة عربية في مجال السرد. إنها كاتبة تملك رؤية روائية وتملك عمقا في الاطلاع، وأيضا لها أسلوب فاتن يتراوح بين اللغة الشعرية واللغة السردية. إنها مالكة لأدوات الكتابة الروائية، وهذا شيء حقيقة مفرح أن تجد الطفلة في عمر 14 سنة تكتب بهذه الطريقة المبهرة رواية بكافة شخوصها وقضيتها وتركيباتها، وأيضا بكيف تمرر الحوار بين الشخوص وكيف تصف بلغة شاعرية جميلة وأنيقة. هذا هو البعد الذي جعلني أتبنى مشروع عبير، آمنت به، وهذا الإيمان ليس عقدة تجارية، إنه عقدة أدبية أخلاقية في أن نمد اليد لعبير وأمثال عبير، ولكي يكون لنا ثقة في أبنائنا في الأجيال الصاعدة. يجب أن نقطع مع الرؤى التي نقول فيها نحن الذي عشنا الزمن الجميل وأن كل شيء انتهى معنا، بالعكس، إن الدنيا ولادة والبلد ولاد، وعبير هي هذه الشعلة التي تعطينا الثقة في المستقبل وفي أبنائنا.